أهلا بكم مشاهدينا بالساعة الثانية من لم الشمل. على خلفية تصريحات استفزازية لوزير الكهرباء، أطلق صفحات موالية على مواقع التواصل الاجتماعي حملة منددة بالانقطاع المستمر للتيار الكهربائي داخل مختلف مناطق النظام، وصفة ما يحدث بالجريمة بحق الإنسانية، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير هذه الأيام. صحيح نور. وزير الكهرباء غسان الزامل ادعى عدم وجود المحروقات لتشغيل محطات التوليد، بينما تتجه حكومته لرفع أسعار الوقود في سوريا حسب ما نشر على بعض المواقع الإعلامية الموالية. نتابع القصة التالية ونعود للنقاش. لأشخاص جلسوا في الغرف المظلمة يحكون الدسائس ويرسمون الخطط، ما زال يخيل لرأس النظام أن كل من خرج عن ولايته ورفع صوته عالياً في وجهه هو جالس يحيك الدسائس ضده في الغرف المظلمة، فما قوله الآن بعد أن صارت سوريا كلها غرفة كبيرة مظلمة؟ وهل الدسائس تصنع في الخارج أم بأيدي مسؤوليه الفاسدين الذين أحالوا البلاد سواداً كالحة لم تشهد قبله مثيلاً؟ تغرق المدن السورية في ظلام دامس، فلا كهرباء لإيقاد أي ضوء ولا ضوء يلوح في أي أفق. ترتفع درجات الحرارة في صيف لا يرحم أحدا وبدرجات غير مسبوقة، وترتفع معها أصوات الناس عالية. لا يجد هؤلاء إلا صفحات الفيسبوك متنفسا ليقولوا: ما تفعلونه اليوم هو جريمة بحق الإنسانية، فلا المرضى ولا كبار السن ولا الأطفال بوسعهم التحمل أكثر. نريد ماء باردة، قتلتنا الحرارة، نطالب بإقالة وزير الكهرباء فورا. تم توقيف بعض محطات التوليد، اليوم بدأنا بإقلاعها. بدوره يخرج وزير الكهرباء في حكومة النظام على أحد الإذاعات المحلية ويعطي المواطنين محاضرة في الصبر والتحمل، يلقي اللائمة تارة على قانون قيصر وطوراً على شح الغاز وتعطل محطات الفيول وخروج معظمها عن الخدمة، ومرة أخرى على الأموال الطائلة التي يحتاجها إصلاح محطات الوقود المعطلة والتي لا تملكها الحكومة الآن. ويؤكد أيضاً على شعار الأمل بالعمل الذي رافق الحملة الانتخابية لرأس نظامه، ويملي على المواطنين مزيداً من الوعود بأن محطات الوقود ستعمل في يوم من الأيام. تنتهي مقابلة الوزير الذي وعد في الماضي بتخفيض فترات التقنين، وإذ بها تقفز إلى ما يزيد عن 20 ساعة يومية، في ظل تلميحات من وزير التجارة الداخلية في حكومة النظام إلى الاتجاه إلى رفع سعر الغاز والمازوت في الفترة القليلة المقبلة، مما سيزيد الخناق على الناس، خاصة أولئك الذين يلجؤون إلى استخدام المولدات خلال فترة انقطاع الكهرباء. أرحب بمنار عبد الرزاق وهو صحفي معنا من باريس، وأيضا أرحب محمد بارودي صحفي أيضا من باريس. أهلا بكم. وأبدأ معك منار. على ما يبدو منار أن رفاهية الكهرباء وانخفاض ساعات التقنين التي شهدتها بعض المناطق أثناء العرس الانتخابي انتهت مع تجديد بيعة الأسد. اليوم حسب معلوماتك كم ساعة تأتي الكهرباء في دمشق؟ نعم، تحياتي لك نور ولأيهام ولجميع السادة المشاهدين والزميل بارودي من باريس. بالتأكيد للأسف الشديد هذه الطفرة التي كانت أثناء الحملة الانتخابية لبشار الأسد وما تلاها من احتفالات على واقع مضيء جعل الأهالي العاصمة ينامون في سبات عميق نتيجة التقنين. والمعلومات تشير إلى بحسب الأصدقاء والأهل المتواجدين في مدينة دمشق إلى أن ساعات التقنين تمتد أحياناً إلى 10 ساعات وربما تطال يوماً بعض الأحياء من العاصمة، وبالأخص في جديدة صحنايا وجديدة عطوز وإلى ما زال ما هنالك من أحياء تقع بالقرب من العاصمة أو في محيط العاصمة. وبالتالي الكهرباء هناك لا تأتي يعني سوى لسويعات قليلة، أحياناً لا تتجاوز في أحسن الأحوال الثلاث ساعات. تأثير الكهرباء يمتد ليطال حياة الناس في التواصل الاجتماعي، في مواقع الإنترنت، في العمل أيضا بعض الناس ملتزمون
بعمل عبر التقنيات الانترنت، فهم لا يستطيعون الولوج الى ايضا اعمالهم بسبب انقطاع الكهرباء، وبالتالي الحاله بالفعل هي حاله ماساويه فرضت على اهالي العاصمه البقاء في منازلهم دون الخروج للتنزه او الخروج الى 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 اماكن اخرى في العاصمه، يعني ما بين حصار الكهرباء وانعدامها في البيوت، وما بين انعدام وسائل النقل في الاحياء الدمشقيه، يعيش المواطن يعني حياه شاقه وبائسه. صحيح، يعني حتى باقي المحافظات ما نون افضل حال، يعني مثلا اللاذقيه، حلب، حمص، كلياته عم تجي يمكن الكهرباء الساعه واحده وعم تنقطع 6 ساعات. ابقى معنا منار محمد بارودي، مرحبا عن جديد. يعني في حالة سخط كبير بين الأهالي امتدت إلى مواقع التواصل الاجتماعي، في هاشتاغات جديدة نزلت على المواقع مثل أوقفوا قطع الكهرباء ومطالبة بإقالة الوزير. إلى أي حد يعني هذه الأصوات ممكن تكون إلى صدى أو تلقى استجابة، خاصة أنه في شخصيات مؤيدة كتير يعني رفعت السقف؟ يعني أخشى ما أخشى أنه هذا الأمر هو لا يتعدى موضوع التخدير، يعني هي كمان كونه النظام صاحب المشكلة هو اللي عم يجد هي الحلول البلاستيكية. يعني اليوم لما فرع 40 بده يعمل لي صفحة يقول أوقفوا هدر الكهرباء وأوقفوا بيع الكهرباء والقصص، أنا مش عم حل المشكلة. هذا الملف موجود بالقصر الجمهوري، هذا الملف شائك جدا وما كثير تضوى عليه بالفترة اللي ماضية. اليوم سوريا يلي النظام عم بيقول عليها ما فيها كهرباء هي نفسها اللي موقع من 93 مع الأردن، ولحد اليوم ما انقطع ولا كيلو واط عن الأردن، طبعا عم يبيع بالدولار. وأيضا في عنا اتفاقية تانية اللي هي موضوع المحطة اللي موجودة بالشتورة، لبنان اليوم 20% من كهربتها إذا في كهرباء أيضا هي جاية من سوريا. فبالتالي هذا الكذب أو هذا النوع من التلاعب من قبل النظام أنه أنا بساوي المشكلة وبرتز فيها الناس، عندي شوية مولدات جايبهم من الصين نخب عاشر بدي بيعهم للمواطن فبعمل هالأزمات هي بفعلها على الصيف. هاي الأمور أنا يعني يفترض بأنه الناس صارت تفهمها، يفترض بأنه الناس صارت تعرف بأنه أكثر اثنين مهزئين بالبلد هن وزير الكهرباء وزهير عبد الكريم زهير رمضان، أنه دول بيعملوا المسبات عم بشال الأسد، يعني عشان المواطن ما يسب الرئيس بيسب هدول الشخصيتين يعني. ففعليا الأمر لا يتعدى هاي الأمور، يمكن الناس بتشوفها مسرحية يتعودوا عليها، خلي الناس تشخلقة، خليهم يحكوا عن الكهرباء ما يحكوا عن الرئاسة. هو تنفيس عن الأهالي عم يسمحون يكتبوا على وسائل التواصل الاجتماعي، معناتها هن يعني قادرين يأمنوا الكهرباء للناس بس عم يبيعوا ولا حتى يقبضوا حقها بالقطع الأجنبي وبالتالي يوفروا الدولار بالأسواق. سوريا رغم كل ما فيها، رغم وجود لعنة هذا النظام عليها من 50 سنة إلى اليوم، هي دولة فيها موارد، سواء موارد نفطية، سواء موارد زراعية، سواء موارد حتى مائية، اللي هي في عنا عنفات لا تزال شغالة لحد الآن. عنا موضوع الفيول المخزن خلال الأزمة واللي من أكثر من بلد كان يدخل إلى سوريا. فبالتالي كل كذبات النظام باتت مكشوفة، كل ما يجري الآن هو تلميع، ما بدنا الناس تسب القيادة مثل ما اللي بيقولوا، نحن بدنا القصة الوزير مع الوزير مدير وإلى آخره. بشكل عام هذا الشيء بات واضح، ولكن لا عزاء للي قاعد هلأ عم يتباكى هو انتخب قبل شهر وعشرة أيام، هذا ما له عزاء، أنت اليوم اخترته وأنت شخص يعني بالغ عاقل راشد، فبالتالي هو قال لك الامل بالعمل، يمكن مو بهالحياه، بالحياه الاخرى بعد الممات ربما يكون هيك الموضوع. هذا بشار الاسد يمكن بعمل الاطفال كمان سبق وذكرنا ربما ايضا شيء اخر يلي بيعول على هذا النظام واللي بيختبر بانه هالنظام بده يتحسن هو حدا مش واعي لانه عم يجرب المجرب. للاسف اهالينا اجدادنا عطوهم فرصه بالسبعينات، عطوهم فرصه بالثمانينات، فبالتالي نحن عايشين هذا الزمان اللي نحن فيه. اليوم يمكن عم نحكي انا وزميلي من باريس، بده يعتب عليكم النظام اذا شاف المقابله، رايي لكم عم تحكوا لي من مدينه الانوار وعم تحكوا على الكهرباء وانتم قاعدين مرتاحين وعم تحكوا على الكهرباء. ففعليا يعني انا بوجه له رساله من خلالكم بانه سوريا ب 1945 كانت هي مدينه الانوار، كانت هي مدينه تعطي دمشق وايضا حلب وايضا حمص، كانت تصدر، كانت الناس مش عارفه شو هي الكهرباء، يعني كانت اوروبا غارقه بظلامها بعد الحرب العالميه الاولى والثانيه،
ونحن اللي كان عندنا كهرباء. هالكذبات هي حان الوقت لهؤلاء الناس. ما بنقول لكم اطلعوا ثوره، يمكن في ناس ما اقتنعوا بالثوره، ما صدقوا ان سوريا بدها ثوره. انا اليوم بدي اقول لهم انزل مظاهره عند وزاره النفط او وزاره الكهرباء. مظاهره هلا هو بيقول بياخذين عفره فلسطين، بالعكس هو عفره فلسطين في الكهرباء، يعني ربما انت تستفيد اكثر يعني. يعني احنا اليوم وصل الوضع بسوريا الى مكان يعني لربما ليس بشري، ليس انساني. طبعا كل التعاطف مع اهالينا الكبار، يعني اليوم اللي اهالي كبار بالعمر هو مغترب، فبالتالي ما عنده حول ولا قوة غير أنه يعني مثل ما بيقولوا يشرج كل شهر يبعث هاي 50,000 للمولدة، هاي 100,000 لتصليح الليدات. لكن بالنسبة لبعض الأشخاص اللي ما عندهم أهالي بالغربة للأسف، اسمح لي انتقل عند منار محمد. قال الأسباب الحقيقية وراء انقطاع الكهرباء وتقنين الكهرباء بهذا الحد الكبير. منار، بالنسبة للحجة اللي عم يصدرها النظام اليوم للأهالي عن سبب انقطاع هذا الكهرباء بهذا الشكل الكبير، شو هي؟ لا هو عم بيحكي غياب مادة الفيول والغاز، عم بيحكي بأنه في تدمير شامل قال القطاع الكهربائي. هو عم بيقول أنه خسارة القطاع الكهربائي والأضرار اللي تعرضت للشبكة الكهرباء تتجاوز 5 مليار دولار، وبالتالي لا يمكن تعويض هذه الأعطال إلا على المدى البعيد. هو عم بيتحدث عن أيضا غياب التجهيزات اللازمة بسبب ما يصفه بالحصار الجائر على نظام الأسد، وبالتالي لا توجد أيضا قطع غيار لهذه المولدات، وبالتالي معظم المحطات الحرارية التي تولد الكهرباء في سوريا تعمل على آليات استجلبت من الاتحاد السوفيتي منذ أكثر من نصف قرن، وبالتالي هي لا تعطي الكفاءة المراد منها في هذه الفترة. أيضا هناك أحاديث أيضا عن أن حجم الطاقة الكهربائية الموجودة الآن في البلاد هي 1500 ميجاوات، وحاجة البلاد تفوق 8000 ميجاوات، وبالتالي هناك عجز كبير في هذه تأمين هذه الميجاوات. أيضا هناك يذهب النظام أيضا لاستمالة التجار والمدن الصناعية بالضحك على ما يبدو على المواطن السوري بالقول بأنه يدعم المدن الصناعية بأكثر من حاجة المدن الكبيرة وحاجة الأهالي، وبالتالي يدعم غالبا يقول بأنه يزود المدن الصناعية في دمشق وحلب وحمص بأكثر من 800 ميجاوات من أصل 1500 ميجاوات، وبالتالي يبقى للمواطن الدرويش الفقير العايش حاله ما يقرب من 700 واط فقط من أصل 8000 واط. هذه هي الحجج. أيضا ما يثير الاستغراب في حجة جاهزة يا منار، العقوبات العطول بالشماعة اللي بيعلقها النظام على كل شيء، اللي بيحط علي العقوبات، الحصار، عدم وجود استيراد القطع الأساسية، عدم وجود قطع غيار، وبالتالي هذه هي الشماعة دائما. لكن ما يثير الاستغراب أيضا، النظام كان بشر قبل عامين الآن بأنه عقد اتفاقية مع الجانب الإيراني وبالتحديد مع شركة توبن الإيرانية لتزويد المحطات الكهرباء بأكثر من 5000 ميجاوات، لكن على ما يبدو هذه 5 ميجاوات ذهبت كما ذهبت كذبات ومقاومة ذهبت مع الريح. يعني حتى يعني في خيار وفحوص دائما، وكل الناس بتشكي من هالموضوع. محمد، يمكن انت ابن دمشق وبتعرف بهذا الموضوع كثير منيح، انه اذا كنت مسؤول او بيتك فوق بيت مسؤول او حتى فوق مؤسسه حكوميه فبتلاقي عندك الكهرباء جاي 24 ساعه، بينما غيرك بالشارع المقابل يمكن ما بيشوف الكهرباء الا ساعه او ساعتين باليوم، وهالشيء عم يولد نقمه فعليه عند الناس. الموضوع مش قديم، يعني بنهاية الأمر طول عمله حافظ الأسد وأيضا ورثها لابنه أنه بساومك على الأساسيات. يعني بالثمانينات الناس ما بتعرف شو المحارم ولا بتعرف شو الموز ولا بتعرف شو الخيار، يعني ففعليا هذا شيء مش مستر يعني عم نحكيه. بعدين لا ننسى شغلة، في نوع من الانتقام،
يعني اليوم بيقولوا انه بشار الاسد حالف يمين، يعني اي حاره طالع منها مظاهره هي مش هتشوف الخدمات بحياتها يعني. يعني اليوم المناطق اللي بالريف اللي يدعي النظام انه هو يرجع على لها وكذا، اليوم عم تتاسس انه ما في بنى تحتيه. يعني اليوم زملكا، عربين، حرستا، هي ما في عواميد كهرباء مثلا. انه خلص انتم ارياف منسيه الى ابد الابدين. فبالتالي هون بدنا نرجع نعول على الوعي، اذا الناس هممها مصلحتها تحت، مش بدهم يقولوا فدا عيونه وفدا رجليه والكلام هذا. اليوم اللي همه مصلحته، اليوم اذا انت كان عمرك لما بلشت الثوره 20 سنه، اليوم عمرك 30 سنه، يعني انت ثلث عمرك عايش على العتمه، هيك بدك تكفي؟ يعني في اسئله اليوم وجوديه، انه اليوم انت مش عم تطالب لا بكرامه ولا بحريه ولا بدك ترشح للنواب، يعني انت اليوم بدك كهرباء لتشوف طريقك، بدك تماما تماما يعني الناس كيف بتقعد على الكهرباء؟ كيف بتمضي هيدا الوقت؟ بتمضي بس بدها الوقت يمشي، هذا الموضوع بده العمر يمشي تماماً. وهذا النظام بده يوصلنا له، هذا الموضوع بعيد عن النظام، هذا هو يستغله هو وكل نظام شمولي الان. بده حتى الهواء اللي بتنفسه المواطن يكون مجمرك، بده يفوت على حاله قطع من كل ما هب ودب في هاي الحياه. اليوم بدي طالب الناس بالليل بهي الليله اطلعوا وشوفوا قصر الروضه وشوفوا قصر المهاجرين فيهم كهرباء ولا لا، يلي عنده طريق باتجاه قرى الاسد يطلع ويشوف في كهرباء، وكهرباء تري فاز كمان اذا بدك. هن منظومه فاسده روح قلبها تتعامل بهدول الناس. اليوم زر التقنين لما بدك تسب الموظف تبع التقنين، لا انا بقول لك سب معلمه واللي حط معلمه. اليوم تار السوريين مش مع وزير مثل ما بيقولوا بمصطلحاتهم البعثيه ممسحه زفر، انا تاري اليوم مع اللي حط هذا الوزير وحط هاي الحكومه. أكيد. برجع بقول سوريا طول عمرها مواردها كافيه، النظام يقيم ايده عنا ويشوف كيف بترجع، مو بس مدينه انوار بترجع بشعبها وبخيراتها. نعم. لا يزال بيبيع. اخر اتفاقيه بحسب ما سرد يعني بيقولوا انه لما طلال ارسلان كان موجود في سوريا قبل شهر ونص كان عم يبارك له يعني بالولايه، تم تجديد نوع من العقود انه بدنا كهرباء لبعض الضياع يلي موجوده على حساب ضياع اخرى على حساب مواطنين اخرين للاسف. اسمح لي انتقل هاي النقطه من اجل العداله بتوزيع الوقت، اسمح لي انتقل لعند منار. منار، يعني حاله السخط والغضب موجوده عند الاهالي، شو عمل وزير الكهرباء؟ طلع على هواء احدى الاذاعات المواليه وقال انه راح يزيد لكم ساعات التقنين المقننة أصلا لمدة 100 يوم، وكان السبب عم يقول له في إصلاحات جارية بمحطتي تشرين والزارة. شو رأيك بكلامه؟ هل ممكن لوزير يطلع بعد ما الناس كتبت على وسائل التواصل الاجتماعي بهي الطريقة؟ الناس عم تطالبه أنه يستقيل. حقيقة نور، للأسف الشديد في قلة، بين قوسين قلة حياة في التعامل مع الأزمات، في قلة كرامة كمان من قبل المسؤولين في نظام الأسد. للأسف الشديد قلة حياء وقلة كرامة، هي هدف هذه الوزارة على ما يبدو، هي مسح كرامة المواطنين بالأرض لا أكثر ولا أقل. لا يمكن لهذه حكومة تخجل على نفسها أن تعد المواطنين بمزيد من العسف ومزيد من الجور ومزيد من التخلف ومزيد من التقنين في الكهرباء. لا يمكن لحكومة تحرص على شعبها وعلى كرامة مواطنيها أن تقول لهذا المواطن اذهب إلى تجار المولدات واشتري منهم الكهرباء في مقابل ما تحصل عليه من راتب بضع دولارات شهريا. يعني راتب الموظف اليوم في الداخل السوري لا يكفيه لشراء 2 أمبير، اللذان لا يكفيان لإشغال وإنارة منزل بشكل كامل مؤلف من أساسيات حياته اللي هي البراد والغسالة والشاشة والتلفاز. 2 أمبير لا يكفيان على الأقل هاي الشغلات الأساسية اللي كل مي الباردة. اليوم العالم عم تكتب على وسائل التواصل الاجتماعي أنه هنا عم يشتهوا يشربوا مي باردة وحقهم طبيعي. طبعا البراد والألمونة كل شيء خرب، يعني ما عم تجي عم يقولوا صار نملية، ما عم تجي الكهرباء كل 6 ساعات ساعة، فدنيا شوب يعني. نحن تحت المراوح بالمكيفات وعم نحس الشوب، فما بالك أهلنا بمناطق النظام. بكل تأكيد، يعني اليوم دائما لما بتحكي مع الأهل بالداخل، هذا الطفران، هذا ما عم بيلاقي شغل، هذا ما عم بيحسن بينام طوال الليل. ناس بيقول لي، يعني أحد الأصدقاء بدمشق بيقول لي أنا صدقا بالله ما بنام للساعة 4 وأنا عم بتجول بين الجناين، يعني ما فيني أرجع البيت بسبب إنه ما في عندي
لا كهرباء ولا في عندي وسائل تبريد ايضا لساعدني عنهم. يعني من طرف كمان تعليقا على الزميل بارودي، من طرف انه كان في عنا احد الاقارب في مدينه ادلب، كل ما تنقطع الكهرباء فدائما معروفين مثل ما الكل بيعرف انه الافرع الامنيه، قياده الشرطه الى ما هنالك، كلهم هذول مدعومين وما بيشوفوا هي قطعه الكهرباء. فكل ما تنقطع الكهرباء بادلب كان يتصل في ابن عمي لموظف لشركه الكهرباء يقول لهم معكم العقيد ابو رامي اللي هو رئيس فرع الامن العسكري، يضحك عليهم ويقول لهم الحي التالي مقطوعه فيه الكهرباء وما بنحس، وهذا الكلام مرفوض، فيجيبوا الكهرباء. يعني دائما هي الكذبه موجوده عند صحيح. عند الاهالي، عند بعض الاهالي صاروا يعتمدوا اسماء وهميه لمسؤولين حتى يجيبوا الكهرباء، نعمل الكهرباء قبل الثوره، فما بالك ما بعد الثوره، فما بالك هلا، وما بالك بعد قله الحياه التي يتمتع بها الان مسؤولين، وزياده المحسوبيات ايضا. خلينا نختم مع محمد، يعني كنا عم نحكي أيضا أنه ما بس الكهرباء، المواد الأساسية الكتيرة كلياتها مفقودة، كلياتها يعني عم ينزل المواطن لحتى يقدر يحصل عليها، في رفع أسعار بالرز بالسكر، هناك حديث أيضا تماما، هناك أيضا حديث عن ممكن ارتفاع بأسعار الغاز أكثر ما هو هلأ والمازوت، وقد ايه هذا الشيء بده يؤثر على حياة المواطن، وأساسا هو ما عاد قادر أنه يتحمل الضغوطات هاي كلها. برجع لنقطة، اليوم النظام عم بيسعر أوروبيا، فبالتالي إذا أنت اليوم عندك ابن عمك ابن خالك أي حدا بعائلتك لو من سابع سلالة وموجود برا، هو بيحاسبك على دخله له مش على دخلك. فهي نقطة كمان فينا نوضحها. فالنظام اليوم بيستكتر على المواطن كل شيء، هي عاداته. يعني أنا مش عم بحكي سر، رجعوا وشوفوا حافظ بالثمانينات شو سوا، شو سوا بأول التسعينات. حافظ الأسد كان في له مقولة إنه أنا بدي مواطن سوري إذا بيشوف الكرسي البلاستيك يفكره كنباية. ففعليا هو مستكتر عليكم كل شيء. اليوم مش تفكروا هو بصفك، ما تفكروا إنه هو ناقصه شيء. اليوم أولاده موجودين وأمورهم طيبة وبدرسوا أونلاين وكل هالأمور. اليوم العترة على الساكت، والساكت بده يدفع الثمن. اليوم قلنا بعد ثورة وعشر سنين كتير صعب عم نحكي بكهرباء، شوفوا قد ايه سقف الأمور. بدل ما اليوم نحكي عن الحكم الانتقالي، بدل ما نحكي اليوم عن أسماء جديدة طلعت ببلدنا، عم نحكي عن الكهرباء والأمور السخيفة بالحياة. اليوم في دول كانت مش موجودة على الخريطة بتخجل تحكي على الأساسيات اللي هي أصلاً المفروض تكون موجودة بدون ما حدا يطلبها. يعني تماماً، خبز وضع خبز وإلا ذلك. أنا اسمح لي أيهام، بدي أوضح شغلة وأحذر منها. بسوريا عم بيصير عندنا نوع من اللبناني، يعني بدهم إيانا نصير مثل لبنان. يعني اليوم البلد محروق، البلد في حرامية، في كل شيء، نمسك أربع خمس شخصيات ونقعد نحكي فيهم. هاي اللبناني سواء إعلاميا سواء من طريقهم، هو حتى لما بشوفه صار في نتلتة، صار عندهم نوع من الإعلام الخاص، بدهم يطلعوا هيك أربع خمس إعلاميين، يعني يصيروا إنهم بيعملوا شو البلد يعني. طبعا بإشراف مخابراتهم وبإشراف التوجيه المعنوي. ففعليا نحن اليوم لا تعويل إلا على هذا المواطن، لا بد له أن يخرج ويقول لو بأبسط الأمور، لو بيصير نوع من الإضراب. النظام بيخاف من هالأمور، بيخاف إذا عشر أشخاص عملوا شيء مشترك، فما بالك إذا اليوم شعب كامل مقهور وبحق له إنه هو يعمل ردة فعل يشهد له فيها الناس. هذا الظلم ما حدا بيرضى فيه، ولكن الظلم الأكبر هو السكوت. لا عزاء لمن انتخبه، لا عزاء لمن أيده، لا الآن ولا في أي وقت من الأوقات. نعم منار، بدقيقتين تقريبا رأيك ما يجري على وسائل التواصل الاجتماعي، وأيضا ظهور ممثلين وأيضا فنانين مقربين من النظام وموالين أيضا للنظام أصبحوا يكتبون بطريقة جدا يعني رفعوا السقف مثل ما بيقولوا. هلا رفع السقف هو في إطار الخدمات، والكل بيعرف أنه دائما في عندك تنفيس من مسرحيات قوة، ما بدأ من كاسك يا وطن إلى المواقع الإخبارية التي أنتجت وصيغت في عهد حسن خلوف، إلى صحفيي بهجة سليمان وإيتام بهجة سليمان اللي كانوا يوصفوا الواقع على أساس الخدماتي بأنه تعيس، ودائما لما بيكون في مسؤول بدهم يشيلوه أو يغضبوا عليه، كانت الأفرع الأمنية تسرد ملفه لوسائل الإعلام ويتم الشرشحة هذا المسؤول، ومن ثم يقول النظام بأنه قد استجاب لمطالب الجماهير بإعفاء المسؤول الفلاني من مسؤولياته.
تمام، وبالتالي ما نشهده اليوم من ارتفاع سقف هو ارتفاع سقف لا يتجاوز الحد الخدماتي. يعني هدول الفنانين كمان مشوبين يعني حقهم. يعني بالاخير هو ما راح يقول له ما في الا محاضرات الصبر والتحمل اللي على طول بيتلقى النظام وايضا مؤسسات نظام. بدي اتشكرك، خلص وقتي منار عبد الرزاق صحفي كان كنت معنا من باريس، وايضا بدي اتشكر محمد بارودي صحفي كان معنا من باريس. شكرا لكم. مشاهدينا فاصل ولا نعود.